عليكم، كديري لبس عليكم بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير كاملين وفي صحة جيدة يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم ماسك ديال الوجه زوين فعلا، غترحموا يعني الوالدين، يعني تبيض الوجه ما تيخلي فيه حتى شي حاجه، لا لي طاش لا كلاف لا حتى شي حاجه، كيولي داك الوجه هكا تيبرك تبارك الله، كيولي مزيان. دوزو المقادير، عندنا اللوز هذا رقدتو في الليل خويت عليه المطيب، هو والورد البلدي، شي جوج وردات بلديين هكايا، وكتخويو عليهم المطيب، كاس ديال المطيب ديال العنبه، ولا بان لكم داك سميتو هاد اللوز مع الصباح ملي تنوضو، ولا بان لكم شويه شرب كتزيدو عليه شويه شي، زيدو عليه الكاس تعمرو عليه. عندنا هنايا الورد البلدي هو هذا، كنحيد ليه هاد، كنحيد ليه هاد سميتو الدباسه هادي كنحيدها، كنخلي غير الوريدات تبارك الله. هالبنات راه زوين الوجه، راه عرفتو كيفاش كيرد الوجه تبارك الله، راه كيردو زوين ونقي. انتوما غديروا غتجربوا كيفاش غيدير لكم وشكم. كنشدوا هذا الورد هكا ملي حيدت ليه الباسه ديالو، صافي حيدت ليه داك الجدير ديالو، صافي دابا غنشدو غنغسلو، غنغسل هذا الورد ونرجع نتلاقى معكم. دابا الورد ها هو حطيتو هنا في هذا الاناء كنغسلو هكا، عرفتو يا البنات على ريحة كطلع من هاد الورد شحال زوينة تبارك الله، الريحة ديالو غزالة. أنا كنتمنى يعجبكم هاد الماسك وديروه لوجهكم، راه غي ينقي ليكم وجهكم وترحموا لي عليه الوالدين. صافي دابا تابع هاد الورد كنردو لهاد الإناء، بسم الله هاد الزريعة ديالو تاني كنديرها. تابع تنشد هاد اللوز وهاد الماء راه ما غرميش، نحيد هاد الورد كامل. مازال بقى اللوز، صافي غير جوج وردات اللي رقدت، صافي جوج وردات اللي رقدتهم مع اللوز صافي. كنشد هاد اللوز هكا كنحيد ليه هاد، كنحيد هاد الشده ديالو هاد الغلاف، كنفسخو كامل
يعني البنات على نظر كيعطي هذا الماسك تبارك الله، راه زوين فعال. الا بقيت كتنقي غيكون الفيديو طويل، انا غادي نحيد تنسالي ان شاء الله ورشة نتلقى معكم. خاصني نحطوه معايا، وهكا كنصيب في الماسك ودايره الماء يطيب، يعني الماء غنخوي على هذا الورد. هاد الوريدات ما غرميهمش، غنديرهم هنا. خليكم معايا نصوب الدم كلهم. كنت صغير مقطع الفيديو وانا ما غنقطعش الصوت. خليكم معايا يعني كنقشر اللوز، ما كنخليش فيه هاد القشره، كنحيدها. البنات راه اللي درتها يعني الماسك اللي درتو لشعري ولا لوجهي راه تنشاركو معاكم، اي حاجه درتها كنشاركها معاكم. كنتمنى يعجبكم الماسكات ديالي والوصفات اللي كنعطيكم. شوفوا البنات راه الماء طايب دابا، هذا ما غرميش السما. نزيد الماء طايب على هاد الورد ولا هاد اللوز، كندير هاد الماسك في الثلاجة وكنبقى مره مره كندير منه وجهي حتى يسالي، راه ما كيخسر ما والو. هكا كنبقى نحرك في داك الورد كيطلق. الماء راه طيب من فوق البوطة، شتو درتو فوق هاد الورد. تبقى واحد القشرة ديال اللوز حيدتها، أنا كنديرو بلا قشرة، كنحيد اللوز القشرة عادة كنديرو. يعني راه تبارك الله هاد الماسك راه غادي نترحمو ليا عليه الوالدين اللي غتصوبوه. هكا كنبقى نصيف فيه، صافي. دابا غنخلي شويه وغنطحنو قدامكم. تلت كاس من الشهادة، هذا الكبير، هذا الكاس الكبير هو هذا، يعني غيز لي هاد الخليط. بسم الله بسم الله. ما تياخدش لكم الوقت بزاف، وراه عرفتوا كيفاش النتيجة ديالو. راه تبارك الله وحق الله العظيم، لا تبارك الله، هاد الماسك راه غزال زوين بزاف.
كنبقى نطحن ونعاود البنات نطحن ونعاود طحن داكشي مزيان هاد الخليط يطحن بزاف. شتي البنات قرعة ديال الدجاج بحال هادي، كنشد قرعة ديال الدجاج هكا انا غنخمر هنايا في هاد القرعة ديال الدجاج ديالي كتسمى اللي كنبغي ندير ماسك، كنجبد معلقة جوج معلقات وشنو كنديرهم يعني راه اي ديريه لوجهك ديريه لدراعيك ليديك عرفتي كيفاش كيعطي هذا الماسك عرفتي راه زوين تبارك الله. وشوفوا تبارك الله شحال عطانا هذه 5 دراهم ديال اللوز، اللوز اللي تناكلوه البنات اللوز الحلو، راه اللوز الحلو هو هذا غير 5 دراهم تتجيبيها وكترقديها مع شي جوج وريدات صافي كتغسلي داك الورد وتترقد تبارك الله كيفاش دير هاد الماسك صافي كدير الجهد باش كندير ماسك لوجهي صافي وتنخليه كالقرعة تلسان قرعة وتنديرها في الثلاجة يعني كدير اسبوع ما كتخسر ما والو راه هو هذا البنات راه زوين صافي تديروا هكا ماسك لوجهكم بغيتو ديروه ليديكم راه اي بلاصة زوين كيحيد بنامج كيحيد كلشي كيجبد الوجه زوين تبارك الله. وانتم عارفين يعني عارفين الورد اشنو تيعطي لكم لوجهكم وعارفين اللوز يعني اللوز الحلو راه الماسكات كاينين كي الزيت ديال اللوز الحلو يعني والماسكات باش كتصايبيهم راه الثمن يعني كديري ماسك بوحديتك لوجهك تنوضي تجيبي 5 دراهم ديال اللوز وتديري معاهم جوج وريدات يعني وردات طريين ماشي الورد الكارم طري الا ما كانش عندك اللي تجيبيهم هذاك الورد اللي كارم من عند العطار هو اللي بغيتي تخدمي بيه تخدمي بيه الا ما كانش عندك الورد طري كتجيبي شي 5 دراهم ديال الورد وكتحيدي غير شي 6 الوريدات كتحيدي ليهم داك الوراق ديالهم صافي وكتخوي عليه الماء في الليل هو يا واللوز الماء طيب كاس ديال العنبه كاس ديال العنبه كتديري اللوز ديري 5 دراهم ديال اللوز ديري النص فيها بغيتي ديريها كامله ديريها كامله كديري 5 دراهم ديال اللوز وكديري عليها الورد البلدي الا كان عندك طري كديري جوج وريدات طريين وكتخوي عليهم كاس ديال الماء ديال العنبه جوج وردات واللوز يعني اللوز راه كديري يعني شي هكاك شي 10 لوزات ولا شي 12 لوزة كديريها مع دوك جوج وردات وكتخوي عليهم الماء طيب وكتخليهم حتى الصباح كتخليهم بيتين هكاك في الماء طيب حتى الصباح كتغطيهم وكتخليهم حتى الصباح الصباح كتجيبي الورد البلدي شي 3 الوريدات غير يعني الورق ديالهم كتغسليهم كتكبي عليهم الماء طيب كتخلطيه هويا وداك اللوز كتنقي اللوز ما كتخليش الغلاف ديالو كتحيدي ليه القشره ديالو صافي وكتشديه كتخلطيه هو وداك الورد ملي كتخوي عليه الماء طيب داك اللي غديريه في الصباح صافي وكتخلطي داك الخليط كامل وكطحنيه كتشدي داك الماء اللي بيت فيه اللوز وبيت فيه الورد او كتخلطيه هويا والماء اللي فيه الورد طيب صافي وكتشديهم وكديريهم في المونينيكس وكطحنيهم وتبارك الله راه كيخرجوا لك حد هاد الماسك كامل راه سيمانه وانت كديري في الوجه ديالك تبارك الله راه زوين بزاف يعني تا كتجربوه يا البنات عاد غادي تشوفوا وغترحموا لي على الوالدين. ايوا كنتمنى يعجبكم هاد الماسك اللي شاركت معكم
بالصحة والراحة.